طيب خلينا نبدأ بالتكست. بالتكست إن شاء الله هنبدأ في أول حاجة اللي هي الوورد إمبيدنج، تمام؟ هذا يعني شغلة كتير مهمة في التكست إنه إحنا نفهمها، لأنه ما فيش مجال إلا إنه أنا أستخدم الوورد إمبيدنج. أوكي، طيب احنا شفنا قبل هيك انه النيورال نتورك تقدر تتعامل مع الكلمات، فاحنا ايش صرنا نسوي؟ حولنا الكلمات لارقام. الارقام هذه بتمثل شو؟ عباره عن اندكس، مش تكرارات اكيد، اندسيز، تمام. في عندي طريقه انه غير انه انا استخدم الاندسيز، انه انا اعمل وان هوت انكودنج، فبالتالي لكل كلمه بده يكون في عندي عمود، فبالتالي كان عندي 10,000 كلمه كفوكابلري، يعني لكل الداتا سيت كلها، فبدي يكون في عندي 10,000 عمود. ايش بده يصير؟ انه على سبيل المثال لو بدي امثل هذه الكلمه، هذا حيكون كله زيروز ما عدا الكلمه، هذا العمود او هذه الخليه حتكون واحد. الكات بتقول واحد عند الكات وزيروز عند البقيه وهكذا. لكن المشكله في الون هوت انكودنج اللي هو حيكون في عندي سبارس فيكتور. بالسبارس فيكتور انا عندي لما ادخل الفي زيرو، يعني لما ادخله في عمليات ضرب خاصه الضرب، بروح بتصفر كل الفاليوز، بتسبب انا عندي اشكاليه، خاصه انه احنا شفناها لما انه انا اعمل ترين بصير فينا عندي نعم. فايش الحل؟ الحل انه احنا ندي كل زي ما احنا عملنا سابقا، كل وورد نديها يونيك نمبر، رقم محدد. فبالتالي انا عندي الجمله هاي اللي هي the cat وين الجملة؟ the cat sat on the mat، حتصير عبارة عن فيكتور، تمام؟ أنا عندي كلمة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فبالتالي فيكتور من ست أرقام، كل رقم بيمثل كلمة. اندكس هذا عبارة عن يونيك نمبر بيمثل الكلمة، فبالتالي وكأنه بتعامل انه هذه الكلمة الخامسة، الكلمة الأولى، الكلمة الرابعة، الكلمة الثالثة، حسب الانديسيز يعني كترتيب انديسيز. حقيقة هذا في له داون سايدز، في له مشاكل. ايش هي المشاكل تبعته؟ ده وده بالظبط. شو المشاكل؟ الآن الـ integer encoding is arbitrary، يعني بشكل اعتباطي، بمعنى ما بيعمل capture للـ relationship between words. يعني على سبيل المثال، هل كلمة ثلاثة وكلمة أربعة لهم علاقة مع بعض؟ بالضبط، لأنه يعني حسب أنا أصادفهم، بدي لهم indices حسب ما أنا أصادفهم أنا عندي في النص، تمام؟ حاجات هنا معنى ذلك إنه الانتجر انكودنج راح تكون صعبه بالنسبه للموديل انه هو يفسرهم، وانه يقول انه هل هم في لهم علاقه مع بعض من ناحيه سيميلاريتي او لا. طب شو الاسلوب اللي ممكن يحل لي هاي المشكله؟ انه انا اعمل تضمين للكلمات، وورد امبيدنجز. ايش معنى تضمين الكلمات؟ معنى ذلك انه انا الكلمات هذه كلها بدي اروح اعملها مابينج، او كل كلمه عفوا بدي يكون في لها فيكتور في ان دايمنشنال سبيس. الان هذه انا بحددها 4 8 16، وعاده انه هذا لا يتجاوز المئات. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي 10,000 كلمه، تمام، ال 10,000 كلمه هدول بصير لهم مابينج تقريبا ل 16 دايمنشنال امبيدنج سبيس، او 32 او 64 او حتى، يعني هو براكتيكالي انه لا يتجاوز ال 300، تمام. فبالتالي بيكون انا عندي سبيس صغير. ايش الفيكتور هذا؟ كيف شكله الفيكتور هذا؟ بيكون انه الكلمات اللي بتشبه بعض بروح بحط لها سيميلر فاليوز في السبيس هذا. يعني على سبيل المثال كلمه، لنفترض انا في عندي هنا كات، وهنا صار في عندي ذكر لكلمه لايون، تمام.
كلمة cat و lion حتحصل على نفس الـ values، يعني مثلاً هذه حتكون 1.2 حتاخذ على قيمة قريبة 1.3، هنا minus 0.1 هنا راح تكون minus 0.15 مثلاً، هنا 4.3 هنا 4.2. ليش؟ لأنه الـ cat والـ lion إنه related مع بعض. كيف بنحصل على الـ space هذا؟ من خلال الـ training، هو لحاله أنا بروح بديله corpus يعني تكست داتا، وبروح بتعلم انه الكلمات مثلا انه بنسميها المتلازمات، يعني زي ما ذكرنا المرة الماضية، زي مثلا مجلس الشعب، مجلس النواب، رئيس الوزراء، كل هاي الامور انه بتيجي بشكل متلازم، فبروح بعملها مابينج جنب بعض او بقيم متشابهة في الامبيدنج سبيس. هذه شغلة اللي هي المتلازمة. ايش في عندي شغلات تانية؟ انه حسب السياق بروح بعرف تصريفات الافعال انه هي بتنتمي لنفس الفعل. يعني على سبيل المثال انه فعل معين، يعني هنا I give him my book. He gave me his book. They are given to me. فهنا given هدول تصريفات من الكونتكست انه I verb، هنا في انا عندي something وهنا pronoun مثلا، وهنا في verb انا عندي برضو something، فمن السياق هذا بروح بتعلم انه هدول انه هدول عبارة عن تصريف لفعل واحد، فبالتالي related مع بعض، فبالتالي بروح معمل map given ب values مشابهة في ال embedding space. تمام؟ يبقى هاي من ناحية المورفولوجي. تمام؟ يبقى أول شغلة حكينا انه المتلازمات الترجمة تبعتها المتلازمات اللفظية. ايش المتلازمات؟ نعم، في عندي المترادفات. نعم، وحكينا انه تصريف الافعال انه مورفولوجي، وورد مورفولوجي يعني تصريف الكلمات. تمام، يعطي، أعطى حتى لو كانت pronoun إنه بتكون نفس space. تمام، وفي أنا عندي هنا المترادفات. المترادفات ايش بتيجي كمان؟ انه زي اعطى، وهب، منح، هذه كلها بروح بعملها مابينج. كيف بتعلم هذا الكلام؟ كله من التكست كوربوس، هو لوحده بتعلم هذا الكلام، وهذه الميزه في الديب ليرنينج انه هو لوحده، انا بديله جست انه انا بديله البيانات وهو بروح بتعلم هذا الكلام انا عندي من الكوربوس. صحيح.
تمام. اوكي فهمنا الكونسبت. فبالتالي الفكره في الموضوع انا هذه شغله ضروريه بالنسبه لي، لانه اول حاجه دايمنشناليتي ريدكشن، الصور لما انا بدي اتعامل معها قديش بتكون في النهايه؟ 28 بكسل في 28 بكسل، او حتى لو كانت الصوره انه فول اتش دي يعني 1080 بكسل في مثلا في 1920 مثلا، قديش بده يكون في النهايه؟ انه هي بده تكون كاري، والعدد هذا انه عدد محدود. لكن لما يكون في عندي دايمنشن بالعشرات الالاف او بملايين الكلمات، انه هذه بتسبب اشكاليه عندي. فبالتالي هنا الوورد امبيدنج لازمني عشان انا اقلل الدايمنشن في هذا، رقم واحد. رقم اثنين، لازم اعرف الكلمات ريليتد مع بعض عشان افهمها واعملها مابينج في سبيس جديد، افهم معاني الكلمات تمام وتصريفاتها ومترادفاتها وكل هاي الامور. طيب كيف نعمل هذا الكلام ككود؟ فهنا امبورت للتنسر فلو، وهنا تنسر فلو داتا سيت تي اف دي اس. ايش حنحمل؟ حنحمل قبل ما نحمل داتا سيت كيف نعمل امبيدنج لاير. ببساطه هو واحد من انواع اللايرز اللي موجوده عندي انا، هي وعملت امبورت تي اف او تنسر فلو كيراس امبورت لايرز layers dot embedding. ايش انا في عندي؟ two values input و output. ال input قديش؟ 1000، وحيطلع لي 5 dimension space تمام. طيب حلقيت هذا معمول للتريننج random weight، ممكن نطبق عليه input، ممكن tf constant، رحت اديته 1 2 3 عباره عن ليست تمام. وهنا طلعت الريزلت دوت نمباي، فالريزلت ايش طلع لي؟ 5 دايمنشنال سبيس. هي القيمه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. هذا لايش؟ للواحد. للورد الاولى راح طلع لي 5 دايمنشن. زي ما هنا برجع باكد كمان مره، الكات هيو في إلها فيكتور مكون من 4 dimensions تمام؟ وضحت؟ الكلمة الثانية 2 برضو طلع لها 5 قيم في السبيس الجديد تبعي تمام؟ بهاي الفكرة إنه لما يكون في عندي فيكتور للكلمة الأولى وفيكتور للكلمة الثانية، بقدر أقيس قديش إنه الكلمة هذه بتشبه هاي؟ كيف؟ كوساين. كوساين بالضبط. انا في عندي تو فيكتور بقدر انه نقيس المسافه بيناتهم، لو كانوا منطبقين على بعض معنى ذلك انه الكلمتين هذول متطابقات. اكيد كل ما يبعدوا اكثر معنى ذلك انه كل ما زادت الزاويه بيناتهم، انا بقيس الزاويه بين انه التو فيكتورز هذول. وهذه الكلمه الثالثه وهي خمسه فاليوز زي هيك. هنا بحاول انه هو يدي انه انا عندي الدايمنشن الشيب هيو، انا عندي تو اكزامبلز، كل اكزامبل فيه ثلاث كلمات. تخيلوها زي هيك، تو سنتنسز، كل سنتنس فيها ثلاث كلمات، 0 1 2 3 4 5. ايش الاوتبوت انا عندي؟ حتلاقوه بالضبط، حيطلع لي صفين، كل صف فيه خمس كلمات، عفوا خمسه فاليوز لكل كلمه، حتكون بهذا الشكل. طيب الان احنا بس فهمنا الكونسبت انه بس مجرد انه نعمل اللاير هذا واحدد الانبوت والاوتبوت وعلى الانيشال ويتس على الراندوم ويتس هي صار يطلع عندي. الان بدنا نيجي كيف نعمل له تريننج. ايش الهدف؟ انه احنا بدنا نعمل موديل، نعمل تريننج او ليرنينج للامبيدنجز فروم سكراتش. بدنا نحمل الداتا سيت، الداتا سيت تبعتي اللي هي الموفي ريفيوز. قديش الفوكابولري تبعها؟ 8000 تمام. وهنا قسم الداتا سيت لترين ولتست، وهنا مع الانفورميشن تبعها ترو از سوبرفايزد انه يحمل الليبلز تبعتها. طيب الان من ضمن الشغلات اللي انا بتلزمني في التكست داتا اللي هو الانكودر، ايش الوظيفه تبعته؟ تحويل الكلمات لارقام لانديسيز. بالضبط، هو بيجي جاهز مع هذه اللي هو انفو
Features Text Encoder. وبالمناسبة انتو حتلاقوا وين انا عندي هنا هتلاقوا عندكم هنا load and pre-process data. بتروحوا هنا على التكست وهنا في عندكم يونيكود لو انتم بدكم تشتغلوا على التكست العربي كيف انه انتم تفعلوه. فبالتالي انه انا بدي اقرا التكست كيونيكود. هنا في التكست بورجينا كيف اقرا التكست من ملفات خارجيه. فبالتالي انا عندي الملفات هيها، هذه عباره عن ثلاث ملفات، ثلاثه يو ار الز تمام، وهي ما اسماء الملفات cover.txt وderby.butler.txt، وهنا لف عليهم واحد واحد وقرأهم، وهنا عملهم load مع الليبل تبعهم، يعتبر كل ملف ليبل تمام. وهنا حضر قديش البفر سايز والباتش سايز. هنا مرحلة الانكودينج، فهنا بده يعمل vocabulary. فايش راح يعمل؟ راح عرف encoder هذا اللي هو التوكنايزر انه هو يقطع التكست، وهنا بده يعمل encode للاكزامبلز، فهنا راح عرف text encoder. فبالتالي هنا encoder بتساوي tf ds features text text encoder ايش اديته الفوكابلري. فبالتالي هنا بورجيني لو انا بدي اقرا الداتا سيت هذه فروم سكراتش من ملفات خارجيه، كيف انه انا اعملها الانكودر، كيف احملها، كيف ارتبها كليبل، كيف اعملها كباتشز تمام. الموفي ريفيوز بريلودد، فبالتالي خلص ما بيلزمني انه اعمل هذه الشغلات. فبالتالي انه هنا بستعرض نص زي هيك وهيو عمل له انكودنج لارقام تمام. فنرجع هنا ففهمنا ايش اهميه الانكودر، وهنا عرض 20 كلمة. هنا لاحظوا انه السبيس انا عندي موجودة هنا كأندرسكور. اوكي لاحظوا انه كيف الفاصلة برضو اعتبرها توكن لحال تمام. طيب الان بدنا نعمل باتشز. هنا عمل شافل واداله البفر سايز، وهنا انا عندي في الداتا سيت انا في عندي باتش وفي عندي بادد باتش. الباتش بتروح بتقسمها لباتشز، بادد باتش بتعمل شغلتين، بتقسم لباتشز وكل اكزامبل اصغر من الطول اللي احنا بدنا اياه ايش بروح بعمل له بادنج بزيرو بالضبط. لاحظ التريننج زيرو زيروز هنا لما انعرض، هاي مثلا هذا هذه الجمله انه هاي زيروز في الاخر، هنا زيروز الاخر تمام. انا باير هنا بس مجرد انه اخذ باتش منهم. طبعا الباتش هذول عددهم قديش قديش الباتش سايز 10 نعم. اوكي الان نيجي للموديل، هذا كله تحميل للداتا سيت ورجاني الانكودر تبعها. فهنا الامبيدنج دايمنشن قديش 16. نعمل سيكونشال موديل، اول طبقه فيه امبيدنج قديش الانبوت الفوكاب سايز، هذه لو طبقتها قديش حيطلع معي 8000 فوكابلري انه القيمه كانت 8000، والاوتبوت قديش 16. بعديها رحت اخذت جلوبال افريجنج بولينج 1 دي. خلوا بالكم في الافريج بولينج في انا عندي 1 دي وفي 2 دي، 2 دي عادة انا بستخدمه للايمجز، ال 1 دي بستخدمه للتكست، لانه الناتج انا عندي مش صورة، تمام؟ وهي في انا عندي طبقة دنس، وهنا في الآخر أنا عندي 1 نيورون، إيش الناتج هذا؟ ترو أو فولس. إيش راح يسوي؟ راح يرتب الكلمات لـ word pairs تمام؟ وفي الاخر انه بده يحدد انه الكلمات هذه ريليتد ولا مش ريليتد. يعني على سبيل المثال انه ابل اورنج
true. هذول related مع بعض. مثلاً مثلاً sport و astronomy. يعني مثلاً فلك sport رياضة. هذول مش related مع بعض. فبالتالي بروح بحط false زيك. وبروح بعمل ال weights هذول. تمام؟ بحيث انه هو يطلع الفيكتور كذا يعني بالدايمنشن سبيس اللي انا حددته. هنا عملنا كومبايل للموديل تمام باينري كروس انتروبي زي ما حكينا انه ترو فولس. هنا عملنا تريننج وهنا بس مجرد عمل فيجواليزيشن للتريننج والتست. لاحظ انه هنا في بيبعدوا عن بعض في اوفر فيتنج نوعا ما. افترض اعمل ستوب هنا. اوكي. حكيت انا بدي اجيب الويتس تبعتي اللي هي الدايمنشن تبعها قديش. الشيب تبعها حيكون 8185 اللي هو الفوكابلري في 16. يعني عفوا 8000 كلمة. كل كلمة حتكون عبارة عن فيكتور في 16 يعني الدايمنشن تبعته 16 بالضبط. متخيلين كيف؟ حاجات هدول انا ممكن اخذهم اعملهم رايت على 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 ديسك. انا في عندي تو فايلز اللي هو الفيكس والميتا. الفيكس هذا الفايل تي اس في تاب سيبريتد فاليوز. الفيكس اللي هي عباره عن النمبرز والميتا اللي هي عباره عن زي الهيدر لهذا ال ال الفيكتورز او النمبرز هدول. عاملهم رايت على فايل. وين بدي اروح؟ بدي اروح على الامبيدنج بروجيكتور. تمام. وبروح بختار انه انا بعمل لود لديتا وبروح بحمل هدول الاثنين وبروح بعملهم بروجيكتور. لاحظوا معايا انه هذه بري لودد ويتس. زي ما انتم شايفين انه انا عندي هنا كم من دايمنشن. ايوه انا عندي كومبوننت 1 2 3 هدول كلهم على بعضهم قديش 10. فبالتالي البروجكشن انا عندي الامبيدنج سبيس قديش السايز تبعه 10. بس هنا احنا ما بنقدرش نرسم لاكثر من 3 دايمنشنز. ما بنقدرش انه احنا نتخيل. فبالتالي بروح بحدد الدايمنشنز اللي انا بدي. هنا اخترت انه اكس وواي وزد ايش هم الكومبوننتس وانا ممكن اغير. تمام. نيجي الان ل الكلمات هدول. كل كلمة من هدول كل ما علم على كلمة بروح بختار مثلا زي هيك هذه الكلمة. هيو تول ممكن اقرب زي هيك. ايش راح جاب لي؟ راح جاب لي اقرب الكلمات لإلها. وممكن اعمل سورت زي هيك. تمام. هدول اكثر الكلمات اللي تشبهها بالضبط. انه مثلا هنا انا عندي الكلمة اللي انا حددتها متر صح؟ فجاب لي اللي هو FT اختصار لفيت. فيت كيلومتر انشز وهكذا. طيب اوكي. فهنا هذه الكلمة جاب لي كل الكلمات هاي اللي بتشبهها مرتبة زي هيك. هاي هنا 2.48 3.10 3.45. زي ما بتلاحظوا انه هنا ما دام انه هو بيقدر يقيس المسافه بيناتهم بيقدر انه هو يرتب الكلمات انه مين اقرب الكلمات اللي بتقرب لها اللي بتشبه هذه الكلمه. يعني هنا ممكن نختار هدول كلهم على فكره انه البروجيكشن عنده في الاندايمنشنال سبيس انه بلاحظ انه الكلمات اللي بتشبه بعض بتكون انه هي موجوده مع بعض. يعني على سبيل المثال انه هنا Thank you.
اي زر اللود اللي انا لو بدي احمل فيه الويتس تبعتي اللي انا حكيت عنها عشان اعمل بروجكشن. مثلا هنا يونيفرس، بلاحظ انه الكلمات اكثر الكلمات اللي بتشبه له اللي هي الوورد، رياليتي، كوزمولوجي، انفينيت، جالاكسي، كل الكلمات هذه ريليتد مع بعض. فبالتالي هنا يونيفرس، انا في عندي هنا ايرث، تمام. فكل الشغلات انه هذه انه موجوده في المحيط تبعها زي هيك. طبعا هنا البروجكشن هذا انه في عندي نظام البي سي اي برنسبل كومبوننت اناليسيس، هذا برضو عباره عن تي اس ان اي اللي هو تي ديستريبيوتد ستوكاستيك نيبور امبيدنج، برضو هذا نظام ثاني للامبيدنج. فبالتالي هنا بتغير انا عندي البروجكشن للكلمات هذه بناء على ياخذ وقت. في iterations قاعد بعمل update للweights. ممكن اعمل له stop هنا. هنا اختار انه ادخل عميقا بين الكلمات انفينيت. سبرينج، ايش الكلمات الريليتد لها اكثر شيء؟ سمر، اوتوم، وينتر، كولد، مارش، ميد، جون، سبتمبر، فيبروري. هذول الشغلات انه يعني فعلا انه بجيب لي الكلمات الريليتد مع بعض يعني فعلا بالفعل. اوكي، فهيك احنا بنكون خلصنا جزئيه البورد امبيدنج وفهمنا انه يعني شو الهدف منها. كمان مره تلخيصا للكلام، انه دايمنشناليتي ريدكشن بالاضافه لانه يعمل لي مابينج للكلمات اللي بتشبه بعض بـ similar value في الـ projection أو الـ embedding space. هذه layer الطبقة فيما بعد حنصير نستخدمها، هدول التنتين حنصير نستخدمهم في الـ RNN models تبعتي أو في الـ recurrent neural network models تبعتي. زي ما كنا نستخدم إنه أنا عندي CNN بعديها pooling، تمام، ونعمل كذا طبقة. فهنا رح نستخدم أول طبقة أنا عندي عادة في التكست طبقة الامبيدنج، وبعديها بنروح نعمل طبقات الـ RNN اللي هي سواء كانت على STM أو GRE.